بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. جاء في وصية مولانا وسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لصاحبه كميل بن زياد: يا كميل، إذا أكلت الطعام فسم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، وهو الشفاء من جميع الأدواء. يا كميل، لا توقرن معدتك طعاما، ودع فيها للماء موضعا وللريح مجالا. يا كميل، لا ترفعن يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه، فإذا فعلت ذلك فإنك تستمرئه. صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، في القضية الأولى، في الوصية الأولى، مولانا أمير المؤمنين يوصينا جميعا من خلال صاحبه كميل حينما نبتدئ بأكل الطعام، يوصينا بالتسمية، يعني في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة شنو؟ إنه لا يضر معه مع التسمية داء، وهو الشفاء من جميع الأدواء، خصوصا في هذا الزمان الذي كل واحد تشوفه مبتلي، لو سكر، لو ضغط، لو دهن، لو 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 إلى آخره. فمن الضروري العمل بهذه الوصية. بعد يا كميل في الوصية الثانية: لا توقرن معدتك طعاما، يعني لا تملأها بالطعام، وقر يعني ملأ، بقي مجال المن شوي للماء ومجال آخر للهواء. هذه همات وصية مهمة. والوصية الثالثة: لا ترفع يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه. تقدر تطبق هذا يا ولا؟ حاول إن شاء الله تطبق ذلك. إذا فعلنا هيك شيء، أرفع إيدي وأنا أشتهي، فإنك تستمرئه. تستمرئه يعني ماذا؟ استمرا يعني أكله سائغا من دون ألم، من دون إيذاء. إذا شلت إيدك من الطعام وأنت تشتهيه ما يؤذيك هذا الطعام آنذاك إن شاء الله تعالى. جيد، أنا عندي قضيتان في البداية أشير إليهما، بعد ذلك إن شاء الله أرجع إلى صلب الموضوع. القضية الأولى: إذا نظرنا إلى التعاليم الإسلام نجد ظاهرة بارزة في تعاليمه المباركة. شنو هي الظاهرة؟
البعض يتصور أن تعاليم الإسلام فقط هي عبارة عن عبادات، صلاة، صوم، حج، زكاة وغير ذلك من العبادات، أما شيء آخر ما موجود في من؟ في الإسلام. لا يا أخي، هذا نظام العبادات جزء من تعاليم الإسلام، وإلا الجزء الثاني له هم رأي وتعاليم في باب الاقتصاد وإدارة البلاد. إذا واحد سألنا هاي هم فرد معلومة لا بأس نطلع عليها، أن الإسلام نظام شنو؟ نظام اشتراكي يو نظام رأسمالي. شو تجاوبت؟ نظام اشتراكي خو أثبت فشله. يعني شنو معنى؟ يعني كل شيء الذي أنت تحصله من الصبح لليل إيش قد حصلت؟ هذا ما يدخل إلى كيسك الخاص، لا 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 لا، هذا إلى كل الناس يتوزع، إلك جزء ولبقية الناس جزء، نأخذ من عندك ونوزع عليه من؟ على الجميع، اشتراك الجميع في الثروة الذي تحصله. وأثبت هذا النظام فشله، ورأينا ما حدث في الاتحاد السوفيتي. آخر أنا ما مستعد في الحقيقة أجي أتعب من الصبح لليل، من ساعة 8 الصبح إلى ساعة ما أدري بيش بالليل، بعضهم ما تبقى بالمحل ما أدري الساعة بالعشرة بالدعش بالطناعش، وإن كان هذا الزمان صار تغير، أكو تغيرت جميع الأمور، المحلات صارت تفتح بعد ساعة بيش ما أدري بالعشرة أكثر أقل إلى آخره، ويعزلون شو وقت الفجر قريب الفجر وصلاة الصبح تذهب هكذا. على أي حال المقصود أنا ما مستعد أجي أتعب وبعد ذلك عرق جبيني يذهب علما لعامة الناس مشترك أنا ما أستفيد منه، أثبت فشله. فلا نظام نظام اشتراكي ولا نظام نظام رأسمالي الذي قد يثبت فشله أيضا في يوم من الأيام. رأسمالي يعني ماذا؟ يعني كل ما تحصل هو إلك بوية خالص. هذا همات الإسلام لا يرتضيه. شنو الإسلام نظام شنو؟ إلى نظام في هذا المجال بلي مزدوج من الرأسمالية والاشتراكية اثنينات. شي يقول لك يعني شلون مزدوج شلون يصير؟ يعني يقول لك تشتغل أو حصل الذي تحصله إلك، إيش قد ما تريد تشتغل أنت اشتغل، والذي تحصل همات إلك، ولكن أكو ضريبة إذا فضل عندك شيء في نهاية السنة، هذه الفاضل المؤونة يعبر عنه، إيش قد يفضل عنك هذا خمس نأخذ منك، وطبيعي هذا الخمس حينما يؤخذ له مصاريفه، الفقراء حينئذ يعيشون بهذا الخمس، وأصحاب الزكاة الذي عندهم مواشي أو عندهم غلات أو أصحاب الذهب والفضة، طبيعي ذلك الزمن مو الذهب والفضة في هذا الزمن، من النقدين هذا الزمن ما موجود، زكاة كان في ذلك الزمن المهم الزكاة، كان للفقراء. وأكو نظام كفارات، هاي ضريبة الخمس ضريبة الزكاة، وأكو نظام الكفارات، يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا على أنه في شهر رمضان أفطرت عمدا كفارة إطعام 60 مسكين، هاي المرة راح تروح للفقراء. شوف شلون مرتب أمر الإسلام. إذا ضللت في الحاج يكون تذبح لك فريد شنو خروف، المن هذا يذهب الخروف إلى الفقراء. وهكذا كفارات أخرى في هذا المجال هي كثيرة تذهب إلى الفقراء، طبيعي هذه الضريبة الواجبة. أو أكو ضريبة مستحبة مو لازم، أنت تريد تطي أطي، ما تريد تطي لا تطي، بس إذا أطيت تشوفه في يوم القيامة
المستحب شنو؟ تطعم المؤمنين في شهر رمضان، ما شاء الله جزاهم الله خير الجزاء أهل الخير. هم أحد جابرهم قايل لهم على أنه تعالوا إلا يكون تطون طعام؟ لا، شو أكو بعضهم يريد يسجل ومجال همات ما موجود يسجل اسمه. هذا الدافع، شوف الإسلام شلون يدفع من داخل. أنت إن شاء الله أخوهم شاهد مسيرة 40 الإمام صلوات الله وسلامه عليه، 40 الإمام الحسين، كم مليون؟ 10 ملايين؟ أكثر أقل؟ والله ما أدري. ذولا من يمونهم؟ من يوكلهم ذولا؟ دولة لا تتمكن، صدقني دولة لا تتمكن الحج كله. تشيل نفسك ترجع نفسك شقد الحج يصير؟ روح 3 ملايين، 4 ملايين، 5 ملايين، خو مو أكثر. دولة أكو في ظهر، أما هؤلاء 10 ملايين وأكثر، وتشوف الزاد إلى ما شاء الله، بس تعالوا أكل. هذا همات شنو؟ هذا شيء مستحب ليس بواجب. الإسلام قال لك ما تريد تسوي لا تسوي، لكن إذا سويت الواحد ب70 إلك في ذلك اليوم. هكذا الإسلام رتب نفسه، هذا هم في الجانب الاقتصادي. تروح إلى الجوانب الأخرى يا جانب، جانب السلوك، إلى تعاليم همات الخاصة، شلون ويا صديقك، شلون تمشي، شلون تقعد، شلون تسولف بالبيت لما تروح، ويا أطفالك شلون، ويا زوجتك شلون، وإلى آخره، بالمجلس لما تجي تقعد شلون تقعد، صاحبك إذا إجا يكون شنو، توسع له شوية بيمن بالمجلس، مو أنه ضيق في وهكذا وهكذا. وعنده تعاليم في أصغر الأشياء، في باب المائدة والطعام. صاحب الوسائل قدس الله روحه الشريفة في كتاب الأطعمة والأشربة من الوسائل، عند أبواب يعقدها 112 باب، في كل باب أحاديث إلى ما شاء الله. شو 3 أحاديث، 4 أحاديث، 5، 10، يختلف باب عن باب آخر. هاي كلها أحاديث من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ترتبط بمسألة المائدة والطعام، شلون تقعد على المائدة وشلون تقعد على الطعام، وشلون تاكل، وأول تسمي وتاكل قدامك، وصاحبك يكون هم الدير بالك عليه، وهكذا إلى آخره. وواحد من عدها هذا الذي أشرنا إليه في أبواب المائدة، الذي تسمي في البداية وتحمد الله عز وجل في النهاية، أو لا تأكل زايد، خلي مجال همات في المعدة، وإلى آخره. هذه جزء من تعاليم الإسلام. إذا تروح لذن الثقافات الجديدة الذين يدعون لأنفسهم التطور، إحنا وإحنا، يلا شعدهم من ثقافة غير النظام الاشتراكي الذي أثبت فشله، شنوش أكو عدهم؟ أكو عدهم في هذه الأبواب التي أشرنا إليها شيء، بل أكو عدهم. البنت حينما تكبر يا أخي العزيز يصير عمرها شنوش قد؟ 9 سنين، 10 سنين، ما أدري والله، أقل أو أكثر، تترك أبوها وأمها أو تطلع في أمان الله، تشوف لها فرد صاحب. وهو الولد همات كذلك يروح ويشوف لفرد صاحب، هذا واقع موجود. والأب والأم إذا كبروا وين نبعثهم؟ إلى دار العجزة. هذا همات واقع، سيزوروهم ما يزوروهم ما أدري. الإسلام أنتوا أمثالكم شي يسوون الأب والأم؟ يخلوهم على رأسهم. الإسلام شي يقول؟ أنت تقعد تنظر إلى وجه والدك، بس للمودة، للمودة، يعني مو أنه وجهك تعبسه، لا، خليه شوية مفتوح. والدتك هم ما تروح لها كل يوم، واقعد يمها
ووجهك افتحه وانظر إلها. هو نفس هذا النظر، نفس هذا النظر للمودة الحديث يقول عبادة، هو هذا نفس عبادة. شوف الإسلام شلون وتلك الحضارة شلون. مثل الطعام الذي موجود عندنا، هذا الإطعام الذي ما شاء الله تشوف بالمناسبات زاد الحسين زاد أهل البيت صلوات الله عليهم في شهر رمضان إلى ما شاء الله الموائد، مثل هذه موجودة عنده؟ لا، ما موجود عندهم. أنا ما أريد أقول كل ما أكو عندهم سلبيات، لا لا، عندهم إيجابيات، ونفس هذه الإيجابيات الإسلام يحث عليها، لكن مع الأسف الشديد نحن بعيدون عن الإسلام. التقصير ليس في الإسلام، التقصير فينا. إذن الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة بهذا الشكل الدقيق، الأمر الذي لا نلمسه في الثقافات الأخرى. هذا واقع التفت إليه أخي العزيز، هذه قضية أولى. القضية الثانية، إذا ننظر إلى الإسلام يعتني لكلا الجانبين، الجانب المادي والجانب الروحي. الإنسان كما تعرفون مركب منيا من جسد ومن روح، كما الإسلام يعطي مجالا للبدن يعطي مجالا إلمن للروح، ويمزج بيناتن اثنيناتن، لا ينظر إلى البدن فقط إلى الجانب المادي، ولا ينظر إلى النفس والروح فقط، بل ينظر إلى الاثنين معا. لكن تعال انت إلمن إلى الحضارة الآن، الثقافة الجديدة ما عندهم ترى هذا الشيء، فقط الشيء يقولون يا بي انت لا تاكل هذا الشيء لان يولد سكر، لا تاكل هذا الشيء يصعد الضغط، كل يوم يكون تمشي هالقد يساعدك هذا على القضيه الفلانيه، وهكذا ينظرون فقط علما الى الجانب المادي. اما الجانب الروحي والمعنوي كلا لا ينظرون إليه، هذا واقع. لكن تعال إلى الإسلام ضمن الفقرات الثلاث التي تلوتها على مسمعك الشريف، لاحظ في فقرتين ينظر الإسلام علما إلى الجانب البدني. شي يقول الإمام الكوميل؟ يا كوميل لا توقرن معدتك ودع للماء مجالا وللريح مجالا. هذا نظر علمان الى جانب الجسد الى الجانب الصحي، دير بالك على هذا. في الفقرة الاخرى همات كذلك، لا ترفع يدك من الطعام الا وانت تشتهيه، فانك ان فعلت ذلك فسوف تستمرئه. هذا ايضا نظر الى الجانب البدني والجسدي والصحي والمادي. لكن في الفقرة الأخرى ينظر إلمن إلى الجانب النفسي إلى الجانب الروحي، يقول يا كوميل إذا أردت أن تأكل فسمي بسم الله فإنه لا يضرك معه داء. هاي رواية عظيمة، هاي هذا نظر علمان إلى الجانب الروحي، سمي اذكر الله عز وجل، وبالنهاية أحمد الله عز وجل. شوف خلط الإسلام بين الجانب الروحي وبين الجانب المادي والصحي والجسدي، هذا الدقة في تعاليم الإسلام، لا تجد مثل هذه الحضارة ومثل هذه الأفكار في غير الإسلام. هاتان قضيتان أردت أن أشير إليهما، أرجع إلى صلب الموضوع.
بالنسبة إلى الطعام الإسلام يوصينا نبتدئ بيبا بالتسمية في البداية. خو شنو هي آثار التسمية؟ أنا الآن أبين لك ثلاث آثار للتسمية، ما أريد أقول هذه فقط هي آثار التسمية، أكو آثار لعله أخرى، إذا تراجع الأحاديث تحصل أمور أخرى، بس هالمقدار الذي أنا عجالة تمكنت أن أبينه لك. الفائدة الأولى للتسمية أنه يدفع، التسمية تدفع المرض وتكون شفاء لك. الذي يريد يسمي في البداية يكون أمره هكذا إن شاء الله، ما يأذي الأكل في يوم من الأيام الأصبغ ابن نباتة يقول دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأمامه شواء وأمامه شواء يتغدى، قاعد يأكل صلوات الله وسلامه عليه. هسه الشواء شنو؟ الرواية بعد ما بينت، لحم مشوي، سمك مشوي، طير مشوي، لابد أهدي إلى الإمام صلوات الله عليه أو بالبيت مسوي له، هذا كله مجهول أمام الإمام شواء يريد أن يأكل. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه للأصبغ ابن نباتة ادن مني يا أصبغ لتأكل معي. قال سيدي يضرني أنا شو لما آكل مثل إحنا بعضنا، لما يقولون تفضل أقول هذا الأكل يضرني. الأصبغ همات قال للإمام يضرني أنا مزاجي ما يساعدني. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له ألا أعلمك كلمات، هاي هم ما تحفظها، إن قرأتها قبل الأكل فلا يضرك وأنا الضامن لك. الإمام قاعد يضمن أن الطعام بعد ما يأذي. وتلك الكلمات هذه: اللهم إني أسألك باسمك خير الأسماء ملء الأرض والسماء، الرحمن الرحيم الذي لا يضر معه داء. احفظها أربع جمل، أنا الحمد لله حفظتها، أو دائما لما أقعد على السفرة تسمية وإذا ما أنسى، مو بعض مرات هم واحد ترى مستعجل جوعان أو ينسى، لكن هسه مهما أمكن أنت اقرأها وعلم همات الأطفال والعائلة، ذلك تحصل على ثواب. أكرر لك هذه الكلمات: اللهم إني أسألك باسمك خير الأسماء ملء الأرض والسماء، الرحمن الرحيم الذي لا يضر معه داء. أو تأكل ذاك الوقت إن شاء الله الضامن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هسه قد واحد منكم يسأل يقول شنو تأثير التسمية والدعاء على الضرر؟ هو إذا يضر خو يضر، يعني شلون إذا أنا أسمي يعني ما يضر شلون يصير؟ أكو بعض الناس ما يستوعب هذه القضية، ما يستوعبها، يعني القضايا الغيبية ماكو عنده، ما يتقبل قضايا غيبية. إذا يتقبل قضايا غيبية خو شنو مانع؟ الله عز وجل بيده جميع الأمور، اسمه المبارك إذا قرئ في البداية لا يؤثر حينئذ، لا يؤثر حينئذ الطعام ضررا، ما بمانع. هسه إذا ما تقبل أنت التفسيرات هذه الغيبية يمكن هم ما تنفسر تفسير غير غيبي،
الآن الثقافة الجديدة تقول لما تقعد أنت على المائدة وتريد تأكل لا تكون مخبوص وتريد تطلع وأنت تريد تأكل ومستعجل وتوقف وين بالمطبخ أو لابس ملابسك أو يلا بالعجل يا الله وتخلي اللقمة ماذا لقمة بحلقك أو لقمة بالطريق. يقولون هذا ليس بصحي، هذا ما بيفائد، الجسم لا يمتص لا يأخذ فوائد هذا الطعام، الفيتامينات وغير الفيتامينات لا تذهب إلى البدن، هذا يبقى يتسرب إلى البدن، سمنة تصير سمنة تشوفها وسمين، لكن سمنة جوفاء ما وراء هذه السمنة شيء. هذا الآن طب الحديث، هذا نسمع بعد من الفضائيات من غير الفضائيات نتعلم هذا الشيء. لما تقعد اقعد براحتك مع هدوء البال حتى الطعام حينئذ يؤثر أثره في البدن. هاي الثقافة الجديدة تقول هكذا. إذن على هذا الأساس لما أنت تسمي نفس التسمية وتذكر هذه الكلمات الطيبة، اللهم إني أسألك باسمك خير الأسماء، أصلاً تعطيك هذه الألفاظ هذه الكلمات تعطيك ماذا؟ روحية، تعطيك استقرار في جانب الروح والنفس وطمأنينة كاملة وتفاعل مع الله عز وجل. إذا صار استقرار وهدوء بال آنذاك الطعام يؤثر أثره ولا يؤذيك بإذنه تعالى. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، الفائدة الأولى من فوائد التسمية الطعام لا يضر آنذاك، والفائدة الثانية الشيطان أنا في الطعام، يعني تبقى البركة في الطعام. إحنا لما كنا صغار أمهاتنا كانت تعلمنا وتقول لنا سموا الله يجزيهن خير جزاء المحسنين تلك الأمهات المؤمنات، مثلهن ما أدري بعد أكل وما أكل. إحنا وصغار يعلمون هذه الأشياء، سمي ترى إذا ما تسمي الشيطان يأكل وياك. أنا كنت صغير هذا تعلمي، بعدين هسه لما كبرت في وسائل الشيعة رأيت الرواية موجودة، تقول الرواية إذا سميت في البداية لا يشترك معك الشيطان في الأكل. الشيطان هم يأخذ تبين يسرق يا أخي العزيز، هذا واقع هذا، وأي مانع. وإذا لم تسمي شاركك في الطعام، وفي رواية أخرى يأخذ الطعام لأباليسه الجماعة الربع والدي سئلما للظلمة والشياطين أمثاله قمول المؤمنين الربع. وإذا واحد اتذكر الرواية تقول إذا واحد اتذكر في أثناء الطعام في وسط الطعام وسمى الشيطان يرجع، طبيعي الرواية ما عبرت يرجع، قائما أخذه الشيطان، قائم بمعنى أرجع يعني يرجع، مو قائم بالمعنى الذي عندنا مصطلح، لا لا، قائم بمعنى أرجع الطعام. إذن التسمية هذه هواي مهمة، الشيطان لا يشترك معنا، والبركة حينئذ تكون في من؟ في الطعام. إذا أكو عندك ما طعام التسمي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعل الخير والبركة في هذا الطعام، بركة تكون حينئذ في ذلك. هاي فائدة ثانية. وفائدة ثالثة المغفرة، يعني شنو المغفرة؟ الرواية تقول إذا جلس رب العائلة، إذا أنت أيها المؤمن جلست مع عائلتك على المائدة أو يا أطفالك قاعد وسميت بالبداية، هاي الرواية تقول، وحمدت في النهاية، بالبداية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بالنهاية لما خلصنا نرفع أيدينا ونقول
الحمد لله رب العالمين، فإن الله يغفر لأهل المائدة، يعني الذي إحنا قاعدين الله عز وجل وسائل المغفرة الذي شرعها شقد إلى ما شاء الله. مع الأسف إحنا هاي وسائل المغفرة حتى السهلة أحياناً ما نحاول نسلكها. اسمه أكو وسائل للمغفرة أكو بعضها صعبة واقعاً، مثل صلاة الليل. إذا تقوم أنت الفجرية وتريد تصلي صلاة الليل، الجو بارد أو أو أو، بصعوبة نحو من الصعوبة. لكن أكو أشياء سهلة، واحد من هذه الأشياء السهلة هو هذه التسمية في البداية، الحمد لله في النهاية، هذا يوجب المغفرة. جيد، هذه آثار التسمية. وأكو التسمية بشكل عام بقطع النظر عن مسألة الطعام، التسمية أعطيك عنها فرد صورة مصغرة. التسمية في زمان الجاهلية ما كان إلها وجود. إيش كان عندهم في زمان الجاهلية؟ باسمك اللهم، هذا كان عندهم. في صلح الحديبية لما صار الاتفاق بين النبي وبين المشركين على أن يكتبوا ورقة الصلح، هالسنة يرجع النبي، في السنة البعدية يأتي إلى مكة لأجل الحاج. قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما كتب أمير المؤمنين بسم الله الرحمن، ورأى ذلك سهيل. سهيل كان المندوب من قبل المشركين، لما شاف بسم الله قال هاي شنو؟ لا، هذا امحوه، ما يصير، اكتبوا باسمك اللهم الذي اهنا النبي. قال الأمير المؤمنين امحي امحي، إنا لله وإنا إليه راجعون. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: يدي، هكذا أتذكر، ما تطيق أن تمسح اسم الله شلو. فالنبي صلى الله عليه وآله أخذ الورقة بيده المباركة ومسح بإصبعه المحايخ وما كان موجود، بإصبعه المبارك مسح وقال له اكتب كما يريدون. إذن ما كان أكو تسمية عندهم، واهتم الإسلام بمسألة التسمية. هاي من إبداعات الإسلام التسمية. الحديث الشريف يقول: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر. وهي حديث مهم هذا. كل أمر ذي بال، ذي بال يعني شنو؟ يعني كل أمر شريف، كل أمر ماذا؟ عظيم. مثل عندك فرد مشروع شركة تريد شنو؟ تضع الحجر الأساسي، وهذا مشروع مهم. إذا ما تذكر بالبداية اسم الله وتقول بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية لما تضع الحجر الأساس، لما تفتتح المشروع، فهو أبتر. أبتر يعني شنو أبتر؟ ينقطع، ما يدوم هذا العمل. كل أمر ذي بال يعني مهم لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر. أو بعد الحديث الشريف يقول: ما من عبد يقرأ أو يعمل عملا ويذكر بسم الله الرحمن الرحيم إلا وبورك وبورك له، يعني في ذلك العمل. لذلك احنا من عاداتنا في الحوزة العلمية لما نشرح بالدرس، أول ما نشرح بالدرس هاي كل الدروس هي بهذا الشكل: بسم الله الرحمن، يكون نسمي
بسم الله الرحمن الرحيم، وحمد الأهمات وياها، واسم النبي وياها، وآل البيت وياها، حتى يصير بركة بيمن في الدرس. وفي النهاية همات نحمد الله عز وجل، عادتنا بهذا الشكل، بالبداية بسملة وحمدلة وصلاة على آل البيت، والنهاية هاي عادات جيدة لابد وأن نتعلمها. في يوم من الأيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على ما جاء في الرواية يقول لبعض أصحابه: إن بعض شيعتنا قد لا يذكر اسم الله عز وجل في بداية عمله فيصيبه الله بمحنة، بمكروه، محنة يعني مكروه يصيبه إذا ما يسمي بالبداية. اتعلم هذه القضية مهمة جدا. ثم الإمام الصادق صلوات الله عليه يستشهد، يقول: في يوم من الأيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا، دخل عليه عبد الله ابن يحيى على الإمام أمير المؤمنين، وكان عند الإمام كرسي، قال للإمام لعبد الله ابن يحيى: اجلس على هذا الكرسي. عبد الله ابن يحيى همات امتثل أمر الإمام فجلس على الكرسي. بمجرد أن جلس، هسه ما أدري شلون الكرسي الزحلق انعوج شلون صار، وقع على الأرض هذا خطية، هذا عبد الله ابن يحيى، وأصابت رأسه شجة. شجة يعني شنو؟ شويونة صار جريح، لا أكثر من شويونة، خرج الدم الرواية تقول، ولم يستقر من وجع رأسه. الضربة يبين كانت ضربة قوية اللي أثرت على رأسه بهذا الشكل. الإمام صلوات الله عليه أمير المؤمنين دعا بماء وقال: غسلوله غسلوله، غسله والجرح. وقال له: تعال يمي. فتقدم إليه بيده المباركة، تلك اليد التي ملؤها الرحمة والشفاء والبركة، تفل على موضع الجرح ثم مسح بتلك اليد المباركة على الجرح، وكأن ذلك الجرح لم يصبه ولم يحصل له شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم بعد ذلك الإمام، أنا شاهدي هنا، ثم بعد ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: إن بعض شيعتنا يترك التسمية في بداية عملي، الله عز وجل يمنحه يعني يصيبه بمكروه تمحيصا للذنوب. الله عز وجل يمحص ذنوب شيعتنا في الدنيا إذا ما سموا بهذه الطريقة، يصيب مكروه في من؟ في الدنيا. بعد ذلك توجه عبد الله ابن يحيى إلى الإمام أمير المؤمنين، قال له: سيدي علمني أنا السويت، حتى بعد ما أسوي السويت الذي أصابني هذا الشيء. قال له: لما قعدت على الكرسي ما سميت. وآية قضية مهمة، يعني هذا المقدار إلى هذا الحد تقعد على الكرسي، هم قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم استشهد بقول الرسول صلى الله عليه وآله إنه قال: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر. بعدين عبد الله بن يحيى قال للإمام: سيدي بعد دائما أنا أسمي. إيش قال الإمام؟ إذن تحظى وتسعد، تصيبك السعادة. هذا هو درس مهم لنا،
إخوتي وأعزتي، أشياء هذه قد إحنا بالعين الصغيرة نأخذها، لكن مهمة، خل يصير لك عادة، تقعد بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم بسم الله الرحمن الرحيم، تقعد بالسيارة بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل من السيارة بسم الله الرحمن الرحيم، تخلي راسك علم خده بسم الله الرحمن الرحيم، تقعد من النوم بسم الله الرحمن الرحيم، تخرج هذه خلي يصير لك ثقافة. انت حسابك ترى غير حساب، او ترى خل اقول لك انت المؤمن الله يحاسبني ويحاسبك غير حساب، مو ذاك غير المؤمن ضام الهياوين بذاك اليوم، اما انت المؤمن لا، يريد ينبهك يريد يعلمك، فتعلم هذا الشيء ان شاء الله، هذه التسمية لا تنساها، ويوم من الأيام يدخل سليمان ابن خالد على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يرى الوقت كان وقت العشاء، جيء أمام الإمام صلوات الله عليه، الرواية تقول بجفنة صينية شو فيها ثريد خبز وعليه ماي لحم شو شنو ثريد بعد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال إلمن لسليمان ابن خالد ادنو تعش معي، يقول دنوت. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مد يده إلى الطعام ليأكل، إذا بالطعام كان حارا، سحب الإمام يده وقال أستجير بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله المرة الثالثة من النار، ثم قال هذه الكلمات: إلهي إنا لا نطيق هذا فكيف بالنار، إلهي نحن لا نصبر على هذا فكيف بالنار، إلهي نحن لا نقدر على هذا فكيف بالنار. أراد الإمام، أنا الذي أظن الإمام مد يده عمداً، أراد أن شنو يطي درس إلمن، يطي معلومة إلمن السليمان ابن خالد حتى ينقلها سليمان ابن خالد لنا. إحنا دائما لابد وأن تكون هذه الحرارة الضعيفة، نروح للخباز نأخذ من عنده قرصة خبز، بعض مرات الخبزة لما نريد نأخذها ما نقدر نشيلها بدين، تذكر أنت تلك النار وقل أعوذ بالله من نار يوم القيامة، أستجير بالله من نار يوم القيامة، إلهي حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. دعاء الإمام الحسين يوم عرفة: أسألك فكاك رقبتي من النار، أسألك فكاك
رقبتي من النار أسألك فكاك رقبتي من النار بحق محمد وآله الطيبين الأطهار. قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، إشراقة حسينية.